مساء الخير جميعا. نبدأ بالصلاة. بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة لأبد الآبدين آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا قديس غورغيس صلي لأجلنا. بليز تفضلوا. مساء الخير جميعا. كنت أقول للشماس ستيف جوا اليوم قضيته كله حكي من الصباحيات إلى هسه، بس أكيد الحكي بفائدة روحية. فاليوم بهذا المساء راح نتكلم على، بما أنه إحنا ندخل الأسبوع الجاي على الصوم، راح نعرف ليش نصوم، شنو أسباب الصوم، ليش إحنا الإنسان المسيحي مدعو بأنه يصوم، ليش الصوم جزء من حياتنا، حياتنا الروحية، حياتنا المسيحية. الإنسان المسيحي يصوم لأنه يريد يكون عدة لقاء ويا الله، يكون عدة لقاء ويا ربنا. الإنسان المسيحي يصوم لأنه يريد يسيطر على الجسد ماله، والإنسان المسيحي يصوم لأنه مطلب من يسوع المسيح. لما نجوي تلاميذ على يسوع المسيح قالوا له إحنا ليش ما قدرنا نطرد هذا الشيطان من هذا الشخص، يسوع أجابهم هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. فالصوم هو انقطاع عن الأكل لأسباب روحية قبل كل شيء. ما هو انقطاع عن الأكل على مود ننزل من وزننا؟ يعني اكو هواية ناس ممكن ما يأكلون لكن الدوافع مالتهم غير روحية. أني ما أكل لأنه أني على دايت، أني ما أكل لأنه الدكتور قال لي لازم ما تأكل، أني ما أكل لأنه أنا عندي كولسترول، أني ما أكل فأكيد أني ما أكل لأن عندي ورايا زواج مال ابن أختي، ابني، بنتي، هاي هتنتشر بالصيف على طول. لكن الصوم دائما عدة كونكشن، عدة اتصال بروحية الإنسان. الصوم هو انقطاع عن الأكل عن مود يكون عدي سيطرة على الجسد مالي. فصوم الأربعيني الخمسيني اللي راح نمر به كلنا ككنيسة عمود نوصل للارتقاء الروحي، عمود نركز على الروحيات. الأمور الجسدية كثيرة بحياتنا اليوم. اليوم ذكرتها بكرازة الصبح، قلت لما نباوع على شكلنا بالمراية مرات هواية طلعت جعدودة صغيرة بوجهنا، جعدة صغيرة وين تنقلب الدنيا، شوف ايش صار. إذا طلعت شعراية بيضة ولي لازم أخابر أم الصالون مالي ولازم أخذ موعد لأنه طلعت شعراية بيضة، ما أريد الناس يشوفون هذا الشيء علي. مو أكو اهتمام بالجسديات هواية، وهذا شيء مو غلط. نريد دائما نظهر بصورة لائقة أمام الناس، نريد دائما نظهر بصورة بأن الناس يشوفونا إحنا زينين، إحنا مكشخين، إحنا حلوين، إحنا مرتبين. نرتب بيوتنا حتى، مو لما الناس يجون يمنا نرتب بيوتنا. دائما الشكل الخارجي هو جدا ضروري للإنسان، ولهذا تشوف ناس ممكن دا يضحك برا لكن قلبه هو مكسور، وممكن ناس يشوفهم دا يبكون برا لكن قلبهم دا يضحك. ما حد ما يعرف شكو في دواخل الإنسان. ولهذا الصوم هو السيطرة، الالتقاء أو الارتقاء الروحي بالإنسان إلى درجة روحية بأنه يكون عنده سيطرة أكثر على الجسد ماله، لأنه الجسد مالتنا مرات يودينا يمنا ويجيبنا يسرى ويسوينا مثل ما نريد. ولهذا الصوم، ندخل بالصوم الكبير. تعليم الكنيسة هو واضح بخصوص هذا الصوم. أكو فترة من فترات، هاي الفترة كلها إحنا مدعوين بأنه نصوم. أكو ناس تصوم أول أسبوع، أسبوع النص، وأسبوع الأخير. أكو ناس تصوم أول يوم وأخير يوم،
أكو ناس مجبورين يصومون لأنه أهل البيت صايمين شي يسوون هو ماكو غيرها، وأكو ناس ما يصومون نهائيا. أكو ناس يقولون أنا ليش أصوم وشين الفائدة مالتها، وأكو ناس يقول لك أنا راح أصوم بهاي الفترة عن المسلسلات وإلا خلص الصوم رجعنا للمسلسلات مرة الأخرى، أنا راح أصوم من التليفون ولا خلص الصوم رجعت للتليفون مرة الأخرى، أنا راح أصوم من ما أعرف بعد شنو. أكو الصوم يصومون من عده هواية أمور ناس يصومون من عدها، لكن ورا ما يخلص الصوم رجعنا إلى نفس الشيء قبل الصوم. هذا مو صوم، هذا الصوم هو مسيرة لكي ما نمشي ويا مخلصنا يسوع المسيح، مسيرة نمشي ويا على متتغير حياتنا. ما هو نمشي ويا خلال 40 يوم وأرجع أني مثل ما كنت قبل 40 يوم وكأنه كل شيء ما صار بحياتي، وأنتظر الأسبوع السنة اللي وراها على مود يجي الصوم مرت الأخ وأقول أني راح أسوي هذا الشيء. الصوم هو فد شيء شخصي، هو قرار شخصي بالتخلص من الأمور اللي تعيقني وتسيطر علي. الصوم ياخذ بالروح القدس، ياخذني بالروح القدس ويخلصني من الشهوات اللي مسيطرة علي واللي تتحداني. يسوع لما انطلع للبرية ويقول وقاده الروح إلى البرية، فمنو اللي يقودنا إلى الصوم؟ مو لأنه الكنيسة فقط قالت إنه إحنا لازم نصوم، وإحنا لازم نصوم لأنه هذا فرض إلهي، لكن الصوم هو أكثر من هذا، هو علاقة شخصية. لأنه أني أحب الله، لأنه أني أريد أغير من حياتي، لأنه أني أريد أكون إنسان جديد، أريد أصوم. ولهذا الصوم هو جدا مهم. الصوم يساعدني بأن أتخلص من سموم هواية. ربنا خلق كل إنسان، لما خلق الكون وخلقنا إحنا يقول ربنا ونظر الله إلى كل ما خلقه وقال هذا حسن جدا. من خلال الصوم أبدي أتخلص من الأمور اللي دخلت في حياتي، من الأمور اللي تسيطر علي، من الأمور اللي تعيقني بأنه أتقرب من ربنا وإلهنا. ولهذا الصوم يساعد الإنسان بأنه يدرب نفسه على مواجهة طلبات الجسد لهواية. هواية عانون من الطلبات مال الجسد، وبسبب الجسد مرات هواية نعاني نفسيا من هالشهوات، من هالأكل، وخصوصا فقرة الأكل. ولهذا الصوم هو انقطاع قبل كل شيء، قبل ما ننقطع عن التلفزيون والمسلسلات والتليفون ومدري والكاندي والسويت والقهوة، لازم ننقطع عن الأكل، لأنه أول شيء هو الأكل. اليوم الإنسان شي يسوي على المود يحصل على الأكل؟ بالأخير هي كلها توقع من أجل الأكل. الإنسان ممكن يكذب، الإنسان ممكن يهين، الإنسان ممكن يتحايل، الحروب تصير من وراء الأكل، الطمع الإنسان جاي من وراء الأكل، لأنه كلها تتلخص بأنه الإنسان يريد يخلي أكل على الميز ماله، أكل على الميز ماله. كلها تتلخص اليوم شون أني أشبع حياتي، شون أني أشبع نفسي، شون أني أشبع عائلتي. فهو انقطاع عن الأكل أولا. أكو نعمة نحصلها بالصوم، هاي النعمة مو فقط على مود ننعش حياتنا الروحية، لكن على مود نمشي ويا ربنا. ولهذا الصوم معناه أصله من اليوناني هو إمساك وانضباط، بأنه أني ألزم نفسي في فترة الصوم، ألزم نفسي في فترة الصوم. شنو اللي محتاجه اليوم الإنسان بأنه يلزم نفسه منه؟ شنو اللي مسيطر علينا اليوم؟ ما عدا الأكل، ممكن الخوف مسيطر علينا، ممكن الخطيئة مسيطرة علينا، ممكن أفكارنا مسيطرة علينا، أفكارنا السلبية تجاه أخونا الإنسان أو أختنا. إيش قد من عندنا اليوم
احنا كبشر مكونين فكرة على ناس، وهاي الفكرة نبقيها بقلبنا ونبقيها ونبقيها، وممكن هاي النظرة أو الفكرة احنا مكونيها على إنسان وصار لها سنين وسنين وسنين بقلبنا ومدى نقدر نتخلص منها، مدى نقدر نتخلص منها. من خلال الصوم لما أجي أصوم يا رب أنا راح أصوم من الأكل على المود يكون عندي سيطرة على جسدي، نفس الوقت أطلب منك يا رب بأنه سيطر على مشاعري السلبية تجاه أخوي الإنسان. ومرات القهر مو هنا، القهر مرات هو الفكرة السلبية اللي نكونها حول الإنسان. ممكن هذا الإنسان عايش ويانا بالبيت، هذا الإنسان نشوفه كل يوم، هذا الإنسان إنسان نشوفه كل أسبوع، هذا الإنسان ممكن نقضي وياه Thanksgiving وChristmas، هذا الإنسان ممكن يكون من ضمن عائلتنا، هذا الإنسان ممكن يكون قريب من عندنا. فهو شنو؟ بأنه أني ألزم نفسي إمساك المشاعر اللي مسيطرة علي، لأنه اليوم المشاكل اللي دا تصير في عالمنا لأنه الإنسان ما عنده سيطرة على ذاته، ما عنده سيطرة على نفسه، ما عندنا سيطرة على كلامنا، وكلها نلبسها بمفهوم يقول لك لأنه أني شنو يسموها، أني صريح، صريح هاي الكلمة، أني صريح. لكن الصراحة مالتنا عبارة عن سيف شايلي وده نكتل بهذا وذاك، وسمعة هذا الإنسان وسمعة هاي الإنسان، وده نحكي على هاي العائلة ونلبسها بأنه أني صريح. يسوع كان صريح، يسوع كان جدا صريح، لكن الصراحة ما كانت لبناء الإنسان وليس لإهانة الإنسان. فممكن هاي مسيطرة علينا إحنا، ممكن إحنا مبتعدين عن الكنيسة للناس اللي ما يجون للكنيسة، ممكن الصوم يكون إلهم فدافع جديد بأنه أني بهاي الفترة كل الفترة راحت أني مكون نظرة على الكنيسة، مكون نظرة على الناس، مكون نظرة على الناس اللي يروحون للكنيسة، مكون نظرة على القسان، واي نظراتك اليوم على القسان، مكون نظرة على كل شيء اللي موجود بالكنيسة. ممكن أني هسه لازم أبدي أغير نفسي، ممكن حتى ويا ربنا مرات هواية يكون عندنا فكرة ضيقة عن ربنا، يا رب أخذ حقي، إذا ما أخذت حقي ما أصلي لك بعد. حتى ويا ربنا مرات نكون نظرة أو فكرة عنه وهاي الفكرة هي جدا ضيقة. فالصوم قبل كل شيء بأنه أني خل ألزم نفسي، معود ألزم نفسك شوية. إيش قد محتاجين اليوم واحد يلزم نفسه؟ إيش قد من رياجيلنا اليوم محتاجين يلزمون نفسهم؟ إيش قد من بناتنا وخواتنا أمهاتنا محتاجين يلزمون نفسهم؟ إيش قد من مجتمعنا اليوم محتاج يلزم نفسه؟ لأنه كل ما أني ما ألزم نفسي، ما عدي سيطرة على نفسي، كل ما أني ما عدي سيطرة على لساني، كل ما أني ما عدي سيطرة على فكري، على عيوني، على إيدي، فإذا أني فلتت الأمور من عندي. الصوم يساعد الإنسان لمن أني أريد هذا الشيء وما أري ما أخذه، فإذا أني راح يكون عندي كل القابلية بأنه ما أخذه. مرات هواية شايفين بحياتنا الشغلات اللي نشتريها، الشغلات اللي نركض وراها لأنه نريدها مو نحتاجها. فتحوا الكانتور مالتكم، إيش قد من الأمور اللي نشتريها ونروح نأخذها ونجمعها إحنا فعلا محتاجيها. مرات هواية بس نريدها، ولهذا الصوم يساعد. الرياجيل راح تعجبكم هاي الشغلة، الصوم يساعدنا بأنه نلزم الشوبينج مالتنا شوية، راح تريح أكيد جيب الرجال شوية وهذا الشيء زين للبيت. فالصوم هو إمساك لما ألزم نفسي من الأمور اللي أنا أريد أسويها، والصوم هو أيضا انضباط، هي عملية ضبط النفس. لما الإنسان ما يقدر يضبط نفسه، لما الإنسان ما يقدر يضبط عينه، لما الإنسان تكون عينه مالحة مثل ما نسميها، لما دائما نلوم الآخر، أنا ما أروح للكنيسة لأنه مرات هواية البنات ما يلبسون زين، زين أنت أضبط عينك يا عيني، خلي عينك ويا ربنا ولخلي تروح عينك ويا ربنا أحسن هي بيننا. ومرات هواية نلوم الآخرين لأنه إحنا ما نقدر نضبط نفسنا، مثل آدم وحواء. آدم وحواء إيش صار بيناتهم؟ لمن حواء أغوتها الحية، ربنا وأكيد حواء أعطتها لآدم
ربنا طلع لآدم قال له ليش أكلت من الثمرة؟ فقال له هاي مو أني، هاي حواء اللي أنت طيت لي إياها. مرات هواي نلوم ربنا أيضا على القرارات اللي ناخذها على في حياتنا. مثلا أكو هواي أمور انتشرت بالفترة الفاتت على الزلزال اللي صار، هل هو فعل ربنا؟ لا، هو فعل الإنسان. الإنسان بإيده دي يدمر نفسه، الإنسان بإيده دي يدمر العالم. كل ما أني أكره إنسان، كل ما أني أحمل الضغينة على الإنسان، كل ما أني في داخلي دا أبني حقد على البشرية. ملاحظين أنتوا لما واحد يحقد على واحد، هذا الحقد ما يبقى يمه، يشيله في قلبه وين ما يروح يحكي عليه. وبعدين إذا عدى جهال يعلمهم بأنه يكرهون عائلة فلان. فمرات هواية بسبب الشر، الشر اللي موجود في العالم هو صوتنا إحنا. الحروب اللي صايدة تصير بالعالم هي سببها الإنسان. القتل اللي دي يصير في العالم اليوم هو سبب الإنسان. الأمراض المنتشرة بعالمنا هي سببها الإنسان، لأنه طمع وصلنا لمستوى بأنه بدينا نقتل بفكرنا وأفعالنا وكلامنا ونلوم الله عليها، ونريد مرات ربنا نحصره في دائرة ضيقة حسب ما نريد إحنا. سبب الشر اللي موجود في العالم هو دائما الإنسان. ربنا يعطينا حياة، يعطينا رحمة، يعطينا توبة، لكن الإنسان ما يقدر يضبط نفسه. هي هاي المشكلة، الإنسان ما يقدر يلزم نفسه. فالوصية الأولى لما يعطينا إياها الكتاب المقدس، أول كلمة لما قال ربنا لآدم لا تأكل، لا تأكل. أما من شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل، فإنك يوم تأكل منها وموتا تموت. ولما يجي إبليس شو يقول له؟ شو يقول له حواء؟ لن تموتا، لكن الله عالم إنكما في يوم تأكلان منها تنفتح عينكما وتصيران كآلهة تعرفان في الخير والشر. فالصوم يعني ربنا ما قال لآدم لا تباوع على الشجرة، قال لا تأكل منها. فالصوم هو انقطاع عن الأكل، ما نقدر نقطع هذا الشيء من الصوم. خلي ننطي الصوم مفهومه الحقيقي. الصوم ما هو مثل ما ذكرت، ما هو بس أنا أقطع عن التليفون. الأكل وضيف التليفون عليه، الأكل وضيف المسلسلات عليه، الأكل وضيف الشوبينج عليه، الأكل وضيف الكافي عليه، الأكل والجقاير، الأكل والنرجيلة، بعد ما أعرف شكو بعد. أكيد أكو هواية أمور مسيطرة على حياتنا، لكن أول شيء هو بالصوم لازم ما نأكل، لازم نسيطر على الأكل، لازم نسيطر على الأكل اللي إحنا سمحنا به بأنه يسيطر على حياتنا اليوم. الأكل إحنا كمجتمع شرقي، كمجتمع أكيد كلداني، آشوري، سرياني، أرمني، كمجتمع شرقي عادة سوري، لبناني، ما أعرف هذا المجتمع، إحنا نكرم الناس بالأكل، نحب الأكل صراحة، نحب الأكل، يا الأكل هو جزء من حياتنا ونكرم الناس بالأكل. مو مرات هواية على المد نترس عين ضيفنا، نخلي ما يدمنا أنا الراس الشارع، واحتمال ضيفنا راح يجي يأكل بزلاطة خطية. فهذا الشيء هو موجود في حياتنا، موجود في مجتمعنا. بلكي بهاي الفترة نقدر نسيطر على قضية الأكل، نقدر نسيطر على قضية الأكل. بنفس الوقت شو نسوي بفلوس الأكل؟ شو نسوي بفلوس الأكل؟ ممكن نطيها للفقراء، ممكن نساعد بها إنسان محتاج، ممكن نشوف ناس محتاجة إلها أكثر، ممكن نسوي فشيء، ممكن عائلة بعائلة، ممكن قرايب بيناتهم يجمعون بيناتهم ويقول إحنا راح نتبنى فد عائلة في سوريا، في تركيا، في لبنان، في العراق، ما أعرف كواية عوائل ناس محتاجة، خلي نسوي عمل خير بهذا الشيء. فراح نحس بمفهوم الصوم في حياتنا. ونرجع مرة اللخ إلى مفهوم الانضباط. الانضباط هو جدا مهم في حياتنا. فلما أني أسيطر على جسدي، أسيطر على الشيء اللي دا أكله، أسيطر على أفعالي، راح يكون عندي فد وعي داخلي يا رب أنه أني أريد من أجلك
لأنه متت على الصليب، أني أريد هذا الأكل أضحي من أجلك. يا أخي يا أختي، ما تقدر تصوم إذا ما يكون عندك علاقة ويا ربنا، ما تقدر تصوم إذا ما يكون أكو روح صلاة بالموضوع. وهذا ما هو فقط 40 أو 50 يوم، الصوم هو تغيير. إذا أريد اليوم نواجه مشاكل الحياة وصعوباتها، لازم نحاول نسيطر على كل شيء اللي موجود مسيطر علينا. إذا أريد اليوم إحنا نعيش حياة مسيحية حقيقية صالحة، لازم يسوع يكون جزء من عدها. العلاقات بين الزوج والزوجة، العلاقات بين الآباء والأمهات وآبائهم وأبنائهم عفواً، فضروري كلش اليوم من خلال الصوم يكون عندي انضباط أكثر. أكو ناس ما عندها سيطرة على لسانها، أكو ناس العفو يهينون زوجتهم أو يهينون أزواجهم أمام الأطفال. ممكن هو دعوة بأنه نرجع السيطرة، بأنه يسوع المسيح هو المركز مع العلاقة، ما هو إحنا. الصوم يساعد الإنسان بأنه يتدرب روحياً، يكون عنده هاي السيطرة على جسد ماله. يا رب أني من أجلك صمت، من أجلك أني راح يكون عندي سيطرة، مو بقدرتي مو بقوتي، لكن لأنه أنت موجود في حياتي. فراح يولد فتشي في داخلنا اللي هو اليقظة. في فترة الصوم ملاحظين بأنه الإنسان كل ما يصوم راح يحس بالغلط أكثر، لأنه الإنسان كل ما ينقطع عن الأكل كل ما ينترس من روح الله من خلال الصلاة ومن خلال كلمة الله. فالإنسان راح يكون عنده نوع من اليقظة، عينه راح تنفتح. ملاحظين القديسين دائما بالأيقونات عينهم على طول كبيرة، لاحظوا القديسين دائما عينهم كبيرة، لأنه عينهم دائما على الأبدية، دائما عينهم على الأبدية. الإنسان المسيحي اليوم كان عندنا، اليوم هي جمعة الموتى المؤمنين الراقدين، ربنا يرحم أمواتكم يطيلهم ملكوت السماوات. هاي الأيام تتخلى لنا خلال السنة على المود إحنا العايشين نتذكر. يا إنسان، الوقت اللي تقضيه هنا على الأرض هو وقت جدا قصير، الوقت اللي تقضيه في العالم هو وقت جدا قصير. ذاك اليوم أتذكر كان عمري 15 سنة وشعري طويل، هسه ورضى صدري صرت كبير، يعني ما أعرف. هي هاي الحياة تمشي، الحياة تمشي والحياة سريعة هي. فإذا اليوم أني عيني مو على الأبدية، فإذا أني أضيع وقتي، إذا أني اليوم عيني مو بأنه متصلة بربنا وإلهنا، فإذا أني أضيع وقتي هواية. ولهذا أكو يقظة بأنه يا رب، بأنه أني مستعد بأنه أغير حياتي من أجلك. فالصوم يساعد الإنسان يسيطر على عقله وعلى قلبه. مشكلة الناس اليوم، الناس اللي يمشون وراء عقلهم جدا منطقيين، بأنه الإنسان لما يكون منطقي يكون كلش بارد، كلش بارد، كل شيء بالنسبة له منطقي، كل شيء بالنسبة له منطقي. معناته العلاقة حتى ويا الله هي علاقة منطقية. أنا لحظة أروح للكنيسة، أضيع ساعة ساعة ونص، راح يجي لي القسي يحكي لي هاي الساعة ساعة ونص، أقدر أحصل ممكن بيها هالقد مادة، وفوقها أكو صينية لازم أخلي، هاي خسارة باروح الكنيسة اليوم. أكو ناس منطقيين يفكرون هالشكل، ليش أضيع وقتي، ليش أضيع وقتي بالكنيسة، ليش أضيع وقتي ويا أولادي ويا بناتي ويا أروح أزور أمي وأبويا، هذا كله مضيعة وقت. لأنه منطقيين، كل شيء هو محصور براسهم، حتى علاقاتهم مساكين ويا أزواجهم وزوجاتهم عبارة عن علاقة منطقية، علاقة مادة. أني هل قد خسرت بالزواج؟ أني هل قد لازم أحصل؟ أني هل قد سويت؟ هل قد خليت؟ أني هل قد لازم أني يكون عندي؟ وحتى العلاقات مرات هواية مبنية على، مبنية على شنو؟ على المادة. لأنه هناك ناس منطقين، أني جبت هل قد دايمن رينج إليك، فإذا تعرفين كل زين أنت غالية يا أمي، أني ما جبت هذا الرينج معناته أنت مو كلش غالية يا أمي، لأنه تعتمد على المادة وتعتمد على صرف الدولار بهذاك اليوم.
مشكلة، مشكلة الناس المنطقيين جدا مشكلة. وكن ناس محصورين بالقلب فقط، عاطفيين، يسمع أغنية يبكي، يسمع ترتيلة يبكي، واحد يقول له صباح الخير يبكي، يقول له مساء الخير يبكي. ما أكو ناس بس عاطفين، هم محصورين بقلبهم كل شيء بالعاطفة، حتى علاقتهم ويا الله هي عاطفة. يجي للكنيسة يبكي ويطلع من الكنيسة ولا إلى علاقة بالموضوع، وراح ورجع مثل ما هو. فلما أنا أدخل الصوم في حياتي راح ألتقي في منطقة هي بين هذول الاثنين، بين قلبي، بين عقلي وبين قلبي. الإنسان ما يفرض، ما مفروض يكون جدا عاطفي، ما مفروض يكون جدا منطقي. ويا الاتلزمة يقول لك أنا مشكلتي قلبي طيب، ما أعرف الناس اللي قلبهم مو طيب وين راحوا. ربنا مطينا عقل ومطينا قلب، فالعلاقة ويا الله اليوم هي قول وفعل. الصوم هو قول وفعل، الصوم هو بينه وأني أنقطع من الأكل عن مدى سيطر على نفسي، ما هو فقط بالمنطق لكن أيضا بقلبي. لازم يتغير هذا القلب، القلب لازم يتغير، ما يصير أكون بس عاطفي. أكو ناس تمشي وراء العاطفة، شقد ناس يتزوجون من وراء العاطفة، وين وصلتهم العاطفة؟ أكو منطق، أكو منطق معين لازم الإنسان يمشي وراء. أكو ناس ممكن يتزوجون من غير مسيحيين لأنه أنا أحبه، وبعدين وين ربنا بالموضوع؟ أكو شغلة عقلية، زين الأطفال شلون؟ أكو ناس ممكن تتزوج من غير ديانات، وبعدين الأطفال شلون؟ لذاك الوقت الله كريم، زين شون أنتوا راح تبنون عائلة مو أساسها يسوع المسيح؟ لذاك الوقت الله كريم، لأنه فقط عاطفيين. صدقوني لا العاطفة توصل المكان ولا المنطق يوصل المكان، لازم نستعمل اثنيناتهم. الصوم يساعدنا بأنه نضبط ذول الاثنين، الصوم يساعدني بأنه أني أقدر أستعمل عقلي، يا رب نقي لي عقلي، نقي لي فكري، يا رب جدد قلبي، ما أمشي وراء أهوائي، وما أمشي فقط وراء المادة، ولا أمشي وراء عواطفي، لكن أمشي وراء ما تريد أنت يا رب، لأنه وياك أنت البالانس، وياك أنت راح تعدل الأمور، وياك أنت راح أعرف وين دا أروح، وياك أنت راح أعرف كل زي ما راح أضيع. بس مشكلة أني لما أمشي وراء أهوائي، أمشي وراء فكري، أمشي وراء مزاجي، صدقوني أقعد بمزاج وأنام مزاج. ما ملاحظين أنتوا ناس خطية؟ أشوفهم الصبح فرحانين، الظهر ضايجين، الليل يصيحون، بعدين يفرحون، ما تعرف شو مسيطر علينا اليوم. لأنه سوينا، خلينا ربنا موجود لكن مو هو الملك، خلينا ربنا موجود لكن مو هو المسيطر. ربنا موجود في عوائلنا لكن نزلي جوا بالبيسمنت وسادين الباب عليه مسكين. ما نريده يكون انفولف بقراراتنا، ما نريده يكون موجود في حكينا، ما نريده يكون موجود في تعاملاتنا. لما توصل شغلة الكرامة، لما توصل شغلة هاي، لا 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 لا، ربنا على صفحة، الإيمان على صفحة، مسيحيتي على صفحة، هسه يجي أني والمجتمع شي يريد من عدي، وفلان شي يريد من عدي، وبيت فلان ايش دي يسوون، ويبدي الحسد ويبدي الكروه. فش راح يسويني؟ الصوم راح يساعدني بأنه أني هاي الأمور كلها فارغة، يفرغ حياتي من كل شيء اللي مسيطر عليهم، ويجددني، ويجددني بأنه ألزم نفسي أحسن، يكون عندي انضباط أحسن، يكون عندي سيطرة أحسن. ولهذا الصوم هو لمحاربة الشيطان. الشيطان هي يعني هو حقيقة موجودة في عالمنا. الشيطان ما هو بشر، الشيطان هو شيطان، إبليس هو إبليس، وإحنا كلنا يا أما جزء من مملكة يسوع المسيح أو جزء من مملكة إبليس. الإنسان المسيحي مدعو بأنه دائما يعيش حسب ما يريد ربنا وإلهنا. ما أقدر أنا أعيش بوجهين، ربنا يقولها جدا واضح، يكون ما تقدر تعبد الله وتعبد المال، ما تقدر تعبد هذا وتعبد ذاك، كلش واضح هو. فإحنا جزء من مملكة الله بحق العماد المقدس اللي أخذناه، إحنا جزء من مملكة ربنا. فإذا الصوم هو سلاح لمحاربة إبليس وأعوانه في هذا العالم. البيت اللي يصوم
بحق البيت اللي يفتح الكتاب المقدس ويصلي، البيت اللي مبني على تعاليم ربنا، البيت اللي ينخذ به القربان المقدس. صدقوني لا إبليس ولا العمل ولا العين ولا ما أدري شنو راح يقدر على هذاك البيت. مرات هواية إحنا نعزم إبليس ببيتنا، صدقوني إحنا ببيت بيدنا نفتح الباب تقول له تفضل عيني، شتري شاي قهوة، شا قدم لك بكل شيء اللي موجود في عالمنا. إذا قد سمحنا بأمور غريبة عجيبة في بيوتنا وفتحنا من خلالها باب إبليس في عوائلنا، في حياتنا، في قلوبنا، في كل شيء اللي نسوي. فربنا حارب إبليس من خلال الصوم، إحنا عدنا هذا السلاح بأنه نحارب إبليس أيضا، بأنه نوقف بوجه الشر أيضا. الإنسان اللي يصوم ما راح يكون عنده سيطرة عليه إبليس. فالفكر المنتشر اليوم في العالم يقول لك ماكو إبليس، إيش قد سامعيته، ماكو شيطان، الإنسان هو الشيطان. لا لا لا، أكو فتشي اسمه إبليس، أكو فتشي اسمه شيطان، وأكو شيء اسمه ربنا، وأكو شيء اسمه يسوع المسيح. ولهذا ربنا سحق رأس إبليس. لما نشوف أمنا البتول مريم دايسة على رأس إبليس لأنه صارت حواء الجديدة. إحنا عندنا السلطان بنعمة الروح القدس بأنه ندوس على رأس إبليس، ندوس على رأس إبليس من خلال الصوم. وهذا الشيء اللي يقوله يسوع المسيح، يقول باسمي يخرجون الشياطين، باسمي يخرجون الشياطين. المشكلة احنا مدى نعتمد على اسم يسوع المسيح، ولهذا مدى نقدر نخرج الشياطين، مدى نقدر نواجه الشياطين اللي موجودة في قلوبنا وفي العالم. مرات هواية نعتمد على نفسنا، هواية نعتمد على نفسنا بمحاربة إبليس لكن نفشل، لأنه ما نجيب اسم يسوع المسيح. ممكن اسمه موجود على شفايفنا، ممكن لابسين قلادة يسوع، ممكن لابسين صليب، لكن ربنا هو يريد شلون بدنا نعيشه اليوم احنا، واقع حقيقي معاش. فيسوع المسيح هو كلمة حية. هل أنا دا أعيش يسوع المسيح اليوم؟ فمن خلاله ومن بواسطة أنا أقدر أسيطر على إبليس وعالمه في عالمنا اليوم. ولهذا العالم اللي نعيش به ممكن إذا تشوفه من برا تقول لا لا هذا خلصان، العالم تعبان، العالم وين دي يروح اليوم؟ مو عندنا هاي الفكرة، عندنا هاي النظرة. لكن يسوع دائما يجي يقولنا لا تخافوا إني قد غلبت العالم، لا تخافوا إني قد غلبت العالم، إني ولو، يقول المزمور، إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي، لأنك معي، يداك وعكازك هما يعزيانني. كان أكون في الطفل أبوي يشتغل بمنجم، فراح دي يشوف أبوه وقت طلع مال منجم، فراح دي يشوف أبوه، فكل العمال دي يطلعون هالشكل خطية مسودين من 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 الصخام اللي دي يشتغلون به، يعني صخام مال فحم يعني، ها، فدي يطلعون من المنجم. إجا واحد على هذا الطفل قال له انتش عندك هنا؟ قال له دا انتظر ابويا. قال له شلون راح تعرفه لابوك؟ قال انا ما راح اعرفه لابويا، هو راح يعرفني. فمرات هوايه في حياتنا دا نعيش في عالم ممكن يكون اسود واحنا واقفين هناك نقول وينك يا رب؟ ربنا يشوفنا يعرفنا، لكن انا لازم اروح ابحث عنه. يا رب وينك انت، وينك انت؟ مشكلتنا اليوم احنا مدى نروح نركض ورا ربنا، وينك يا ربنا، وينك يا ربنا، نقولها بشفايفنا لكن افعالنا عكس هذا الشيء. وينك يا ربنا لكن قلبي يحقد، وينك يا ربنا لكن اني احسد، وينك يا ربنا لكن اني شايل ضغينه بقلبي، وينك يا ربنا لكن اني لساني طويل على الناس، وينك يا ربنا لكن اني دا اظلم الناس، وينك يا ربنا واني اصلا ما راح ماخذ القربان المقدس، وينك يا ربنا واني ما دا اصلي، وينك يا ربنا واني ما فاتح الكتاب المقدس، وينك يا ربنا؟ ربنا يظهر من خلالي وخلالكم اليوم.
بدل الضغينة رحمة ربنا هناك هو، بدل الحقد محبة ربنا هناك هو، بدل الظلم مساعدة ربنا هناك هو، بدل النوم يقظة وصلاة ربنا هناك هو، بدل الأكل والشراهة والشهوات الصوم ربنا هناك هو. خلي نكون جدا واقعين بواقعنا اللي نعيشه اليوم، ربنا موجود بك في كل فعل خير احنا نسويه. كل ما أني أشوف رحمة كل ما ربنا يكون موجود بالعالم، كل ما أني أزيد فعل الرحمة كل ما ربنا يكون موجود في العالم، كل ما أني أأسس عائلتي لما أوقف أمام ربنا وأقول له يا رب نعم، نعم على هذا الشخص، نعم على هاي الفتاة، نعم للدعوة الكهنوتية، نعم للخدمة، نعم للصلاة، يا رب فإذا أنت موجود. خلي نعيش هذا الشيء، فإذا ربنا موجود حتى لو عالمنا كان أسود لكن ربنا موجود، ربنا موجود دائما. ولاحظ في قصة يعقوب وعيسو في الكتاب المقدس من سفر التكوين، يعقوب انطى لأخوه عيسو خبز وعدس، هالأكلة المفضلة مالتنا كنا فترة الصوم، اطال خبز وعدس العيسو. عيسو شسوى؟ قال له ما طول اطيت لي انت، نبادل خبز وعدس بالبركة، اعطي لك البركة. فمرات هواية احنا نخسر البركة بسبب خبز وعدس، مرات هواية نخسر بركتنا صدقوني بسبب الأكل، نخسر البركة بسبب الأكل، ومرات هواية نتنازل عن الأكل لأنه نريد البركة في حياتنا. فاليوم شنو المهم وشنو الأهم اللي موجود في حياتنا؟ شنو اللي نريده؟ شنو اللي نريده يكمل في حياتنا؟ ولهذا كل ما أني انطيت أهمية لجسدي، كل ما أني انطيت أهمية لجسدي كل ما أني راح أعيش بعالم قلق، عالم مضطرب، عالم يخاف، لأنه الجسديات صارت مسيطرة علينا اليوم. الجسديات اليوم والمظاهر والشكل الخارجي مسيطرة علينا اليوم، مثل ما ذكرت ببداية المحاضرة بأنه الإنسان اليوم يخاف على جسده أكثر من قلبه، ده يخاف. ولهذا اليوم الفكر السائد اليوم، إيش قد من عدنا يصرف آلاف الدولارات على أمور خارجية، مرات نصرف فلوس ما عدنا على أمور خارجية، مرات هواية نحاول نظهر بالشكل الخارجي على المود أشبه فلانة وفلانة، لأنه تمينا بشكلنا الخارجي أكثر من الشكل الروحاني. لأنه الإنسان اليوم ما عنده قناعة بكل شيء، ما يعني كل شيء يريد نبدله، كل شيء يريد نجدده. ملاحظين في بيوتنا و حتى في شكلنا مرات هواي، كل شيء يريد نجدد، كل شيء يريد نبدله، كل شيء يتبدل، كل شيء يتجدد، إلا الداخل ما حد ما يقدر يجدده إلا أني وعلاقتي ويا الله. مرات نتصور بأنه إذا أني حبيت هواية من شبابنا وبناتنا، لما ألتقي وياهم قبل تحضير لسر الزواج، أو لما ألتقي وياهم لما يكون أكو مصاعب بحياتهم سواء على العلاقات أو في حياتهم الزوجية، دائما يقول أنا تصورت هذا الإنسان وتصورت هاي الإنسانة، لما يدخلون في قلبي كل شيء راح يتغير، حياتي راح تتغير، ولا رحت أنا ممكن شار ورجعت أنا مثل ما كنت قبل. مرات هواية الداخل مال الإنسان ما راح يتغير إلا إذا الإنسان يريد يتغير. ممكن أنا أروح لتركيا أزرع كل شيء، أسوي كل شيء، أطلع جديد، أروح هناك أرجع ما حد ما يعرفني منه أنا، لكن داخلياً أنا إذا ما تغيرت شنو فائدة ده؟ ممكن أنا برا عمري 50 سنة لكن أنا كل هالشيء سويته طلع عمري 20 سنة، لكن الداخل أنا كل شيء ما متغير، نفس الحياة ونفس الروتين ونفس الخطايا ونفس الأمور. ممكن الناس اليوم تريد تكون attractive، الناس اليوم تريد تكون attractive من داخل، خارجياً attractive،
لكن اللي يهم هو داخلياً وين أنا دا أوصل داخلياً. مو مشكلة واحد يجدد، يعني مو عدا الزوج والزوجة هذا ما يجددون ذولا. مو المشكلة واحد يجدد حياته، يجدد شكله الخارجي، يحاول يكون يهتم بجسده، يحاول يظهر بصورة لائقة أمام الناس، ألف عافية. لكن خلينا نهتم بالروح، خلينا نهتم بقلبنا، خلينا نهتم بدواخلنا، خلينا نهتم بعلاقتنا ويا الله، خلينا نهتم وين احنا اليوم، ايش قد قريبين من ربنا، ايش قد قريبين من ربنا. فاليوم اني اذا ردت اكون اتراكتيف، اذا ردت اكون جذاب او جذابه، خلي يكون بالبدايه ويا ربنا، وشوفوا كل شيء الخارجي راح يكون اني مقتنع به، كل شيء الخارجي راح اكون اني فرحان به، لانه داخليا اني مقتنع، خارجيا راح اقتنع بكل شيء. مثل هذا البيت، مساكين اكو ناس عايشين بقصور، عايشين في بيوت، عايشين بفلل، ممكن يكون اسعارها ملايين الدولارات، لكن اللي يهم هو داخل البيت، اكو فرح لو ماكو فرح، فرحانين لو ما فرحانين، موجود يسوع لو ما موجود يسوع جوا، منو اللي مسيطر على 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 البيت هذا، هل هو روح يسوع المسيح ام لا؟ فممكن الشكل الخارجي دائما هو نابع عن قناعة بأنه أنا يا رب أريد أجدد داخلي بمساعدتك، أنا ممكن أنا يكون عندي نظرة على الخارجيات مال أمور مالي. ولهذا القديس بولس في رسالته إلى رومية شي يقول: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، ولا تشاكلوا هذا العالم، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فالصوم أول شيء يزيد من روحيتنا. الصوم ما رح يخليني أني محبوب من ربنا، لأنه ربنا يحبني، ربنا مات على الصليب من أجلي، ربنا مات على الصليب من أجل الخاطئ والقديس. إحنا الناس نخلي للزيق على الناس، نخلي ليبلز، هذا زين هذا مو زين، هذا خوش إنسان هذا مو خوش إنسان، هذا قديس هذا مو قديس، هذا يستاهل هذا ما يستاهل، هذا خوش آدمي هذا مو خوش آدمي، هذا خاطئ هذا قديس، هاي كل إحنا خليناها. ربنا لما مات على الصليب، مات على الصليب من أجلنا كلنا، إحنا قسمنا هذا الشيء وخلينا ربنا مرات هواية نزلناه حشى اسمه إلى درجة بأنه مسيطر عليه، يا رب هذا ما يستاهل، ما طول أنا قلت ما يستاهل هذا، وربنا بأنه ما يستاهل. مرات هواية هذا شيء جدا غلط، وخصوصا عندنا إحنا الكهنة، ما يصير نقول من يستاهل من ما يستاهل، هذا بيد ربنا. هي رحمة الله هي متوفرة لكل إنسان. لما الابن الضال رجع لأبوه مو ما قال له قطمة بريش وخاي ما ودلخ، ما قال له هالشكل شيء، قال له هذا ابني كان ضايع كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، هذا ربنا اللي يباوع عليه على الإنسان. أني كل ما أرجع إليه، كل ما أني يجدد قلبي، كل ما هي إحنا برحمة الله، إحنا كلنا دائما برحمة الله واقفين، قداسنا هو برحمة الله، حياتنا هي برحمة الله، بركاتنا هي برحمة الله، كل شيء اللي عندنا هو برحمة الله. فالصوم شي يسوي؟ الصوم يزيد من روحيتنا، معناته يجدد حب الله إلنا. لما أني أصوم معناته بأنه أني دا أنقطع عن العالم ودا أقدم نفسي ذبيحة للرب. الناس اليوم لاحظت، خصوصا اليوم لاحظت أكو ناس جايبين نذر خبز ولحم وهالسوالف على روح ميتيهم، ربنا يرحمهم، لكن ربنا يباوع على هذا الشيء، يقول أنا ما أريد لا محرقات ولا شيء، أنا أريد رحمة، أريد رحمة. اليوم إذا أريد يكون عندنا علاقة حقيقية ويا ربنا، لازم يكون أكو رحمة بقلبنا. أريد رحمة لا ذبيحة، ربنا يريد رحمة من الإنسان اليوم. وجين أرجع عليها مرت اللخ، مشكلة المشاكل اللي موجودة في عالمنا اليوم، لأنه ماكو الإنسان ما يرحم، الإنسان ما دا يرحم، إنسان ما دا يرحم أخو الإنسان. ليش اليوم أكو ناس فقراء بالعالم؟ ليش اليوم أكو بهدلة موجودة في العالم؟ ليش اليوم أكو قتل؟ ليش اليوم أكو كره؟ ليش اليوم أكو ضغينة؟ ليش أكو إخوة ما يحشون واحد ويا الأخ هاي عشرات السنين؟ ليش أكو أبناء ما يسألون على أبائهم عشرات السنين؟ لأنه ماكو رحمة. القديس
إشعياء يقولها لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، لأنه قلبنا ماكو ما بي رحمة بعد، صرنا فقط عبارة عن مكينة نقعد الصبح نشرب القهوة، إذا ما شربنا القهوة هذا اليوم راح ينقلب علينا، نروح للشغل نرجع من الشغل نخلي راسنا ننام، الويكند ممكن نقعد نشرب ناكل مكاين. كل ما ما يكون عندي قرب من الله كل ما ما يكون أكو بقلبي رحمة. فالعلاقة الروحية هي جدا مهمة للإنسان، الإنسان يهتم بالجسد ماله، لكن ربنا يقول أوكي الروح، روحك يا إنسان وين؟ روحك يا إنسان وين؟ ينكسر قلبي مرات هواية بالزواجات، ينكسر قلبي بصراحة، يجون آباء وأمهات يزوجون أولادهم وبناتهم، عوائل تدخل في الكنيسة معمدين مثلي مثلي ومثلكم معمدين، عدوا من نعمة مع العماد المقدس، عدوا من نعمة الروح القدس، حتى صليب ما يعرفون يرسموه على وجههم، ما يعرفون، يدخلون إلى بيت الله أقدس مكان موجود في العالم، مكان حلول ربنا وإلهنا، يدخل إيده بجيبه ما يعرف وين دي يروح وين دي يجي، وما عدا الملبس ما عدا شكلنا أمام ربنا. أنا أذكر ناس قبل كان عندهم حشمة أكثر أمام ربنا، سواء رجال ونساء، حتى يوم الأحد مرات هواية ندخل أمام حضرة الله أمام ربنا، حتى الصليب ما نعرف نرسمه. ليش وصلنا إلى هاي المرحلة اليوم؟ لأنه فقدنا الروحية. ليش اليوم عندنا فقط ممكن 20% أو 25%، وإذا صرنا كلش جنرس عندنا 30% يروحون للكنيسة، وين 70%؟ يجون بالكريسماس والإيستر والجمعة العظيمة وعيد القديسة ريتا وبعد من وين؟ اي اي تعازي زواجات ما يجوا لا يشوفوهم بالقاعة. تعرفون ليش؟ هسه اقول لكم ليش. شوفوا علاقاتنا احنا واحد ويا الله شلون صارت؟ علاقاتنا اليوم واحد ويا الله، لما يجي طفل روح نزوره، مو لما يصير تناول نروح للحفلة، لما يتزوج نروح للحفلة، ولما بعيد منكم من أهاليكم من البيوت، لما يصير واحد ينتقل للحياة الأبدية ونروح نسوي الواجب. نزلنا، انتبهوا يا بليس، نزلنا علاقتنا ويا ربنا إلى هذا المستوى، لما يجي للدنيا نروح نزوره، لما يقوم من بين الأموات نروح نزوره، ولما يموت نروح نزوره. فلخصنا علاقاتنا البشرية واحد ويا الله، نزلناها إلى مستوى علاقتنا ويا الله، وهذا الشيء هو من أكبر الخطايا، لأنه الوصية الأولى شو تقول؟ أنا هو الرب إلهك لا يكون لك إله غيري. لما أني دا أنزل من قيمة ربنا، دا أنزل من قيمة ربنا ودا أسويها نفس قيمة الإنسان، فإذا ذاك الوقت أني دا أنكر علاقتي ويا ربنا. هاي دعوة لكل إنسان ما يجي للكنيسة فقط 3 مرات بالسنة، مو فقط للكنيسة، صدقوني ما له علاقة بالكنيسة، لكن دا علاقة بجسد الرب، عدا علاقة بالقربان المقدس، عدا علاقة بعائلتك، ببنتك، بابنك، بزوجتك، الأب والأم لما يصلون سوية يلزمون واحد إيد الله قدام ربنا أمام أطفالهم، صدقوني ماكو شيء يقدر يفتت هاي العائلة، ماكو شيء يقدر ممكن يخرب هاي العائلة، لأنه ربنا هو موجود، لأنه ربنا هو موجود، لأنه الكتاب المقدس هو جدا واضح بها، يقول إذا لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، فباطلا يتعب البناؤون. شقد ما يبني البيت الإنسان على غير أمور، هذا البيت ما راح ينجح، هذا البيت ما راح يمشي، هذا البيت ما راح يتجدد. ما يخالف خلي يبكي okay. لا لا سوري، على شنو؟ الكنيسة اللي يبكون بيها أطفال هي علامة حية،
البيت لما يكون طفل يبكي معناته البيت بحياة، مو ملاحظين الآباء والأمهات لما الأطفال ما يبكون بعد يقولون أكو مشكلة، هذا ليش ما دا يبكي بعد؟ فعلامة حية هي، ولهم الملكوت السماوات. سو لاحظ من هذا الشيء إخوتي وأخواتي، لأنه علاقتنا الروحية ويا ربنا نزلت إلى مستوى سويناها ويا البشر. ولهذا شوف اليوم الناس، هواية شوف ناس ممكن عمرهم يكون 60 و70 و80 و90 سنة، ربنا يعطي طولة العمر لكل واحد، لكن روحياً ماكو علاقة ويا الله، ماكو، زيرو علاقة ويا الله، كل شيء ماكو، فارغ من جوا، فقط بالشكل هو هيبة، من جوا كل شيء ماكو، معمد مسيحي لكن فقط بالاسم، بالاسم مسيحي، بالدفاع الكل يدافع عن يسوع المسيح، يسوع ما يريد مدافعين عنه، الجهاد هو مفهوم مسيحي، لكن لما المسيحي الجهاد هو ضد الإنسان نفسه، لما أنا أجاهد ضد نفسي. فالصوم يساعدنا، الصوم هو بداية خطوة جديدة بأنه أنا أمشي بالطريق الصحيح، بأنه أنا أقدر أساعد الروحية مالي، ما أخلي الجسديات السيطرة عليها، الشهوات السيطرة عليها، الأكل السيطر عفواً عليها، فمن خلالها أقدر أنا أتجدد. فإذا اليوم إذا عندك أو عندك مشكلة روحية، أعتقد خل نبدي نصوم، خل نبدي نرجع إلى ربنا. لما يكون أكو مشاكل في حياتنا خل نبدي نصوم، إذا أكو مشاكل بعوائلكم ربنا يبعد المشاكل عن عوائلكم، ابدوا صوموا. الأب والأم قولوا لأولادكم حبيبي بابا ماما إحنا عندنا مشكلة بالبيت، رح نبدي نصوم، رح نبدي نصوم من أجل هذا الشيء. إيش قد حلو لما أكو هواية الجيل الطيب لهسه يصومون أربعاء ويصومون سبت من أجل نية في قلبهم، مرات ما يعرف، ما حد ما يعرف شنو النية، لكن أنا ناذرة، عادة النساء يسووا، الرياجيل أنا ما شايف يصومون أربعاء أو سبت، إذا سويتوه ربنا يبارككم، ها تصوم ربنا يباركك. سو عادة في نية موجودة في قلوبهم، مو يقول أنا أصوم، في نية موجودة. إذا صارت مشكلة بالبيت، لما صارت مشكلة بنينوى، نينوى المدينة العظيمة، أول مطلب من عندهم شان شنو؟ صوم، الصوم والتوبة، لأنه اللي يتبع الصوم شنو هو؟ التوبة. بالتوبة هو الجزء الثاني من الآية، هو تقديم جسد الإنسان كذبيحة حية مرضية للرب، كذبيحة حية مرضية للرب. مشكلة الإنسان اليوم لما أنا أخطأ وأنت تخطئون، لما نخطأ بأجسادنا، ماذا نخطأ فقط بأجسادنا، لكن دا نخطأ جسد يسوع المسيح اللي شايليه إحنا، ما هو جسدنا، هو جسد يسوع المسيح. فكل ما نوقع بالخطيئة، الإنسان المعمد لما يوقع بالخطيئة دا يوقع بالخطيئة بجسد المسيح. إذا أبدي أباوع على جسدي بأنه هذا الجسد يا رب هو جسدك، يا رب هذا الجسد اللي أنا شايله هو ملكك أنت، هو ملكك مو ملكي أنا. اليوم الناس بدأت تنتبه على الظاهريات مع الأمور، أبونا يصير تاتو لو ما يصير تاتو، دعوف التاتو على صفحة وركز على قلبك، ركز على قلبك، جدد حياتك، لأنه بالخطيئة إحنا نهين جسد الرب، بالخطيئة إحنا نهين جسد يسوع المسيح. فكل مرة أني بالقتل، بالشتم، بالكفر، ها، بالإدمان، كثير من الأمور سبحنا بيها بأنه تسيطر على جسد يسوع المسيح. فالكتاب المقدس هو جدا واضح، اليوم يا إنسان إذا تريد تقدس جسدك فخليه مقبول، قدم ذبيحة للرب. إحنا سوينا اليوم، عالمنا إيش دا يسوي؟ العالم اليوم دا يريدك تبيع الجسد مالك برخص التراب. إيش قد من الناس اليوم يستعرضون أجسادهم،
مسيحيين. اليوم شنو جمعة؟ اليوم جمعة الموتى. ايش قد من أولادنا وبناتنا اليوم ممكن يكونون بالبارات بالكاسينو؟ ايش قد من الناس اليوم قاعدين هسه ممكن ايش قد ناس قاعدين على المكاين والقمار بالكاسينو؟ ايش قد من الناس باعوا جسدهم؟ باعوا جسدهم، باعوا، باعوا لمن باعوا؟ ما باعوا للإدمان نفسه، باعوا لإبليس. ايش قد من الناس تريد تظهر جسدها؟ حتى مع الأسف في زواجاتنا، في تجمعاتنا، في لبسنا، لأنه بدينا نفتح البيبان على ها يلا وشكوا بيها وما بيها شيء، وإحنا دنعيش بهذا العالم لأنه نريد نظهر مفاتن الجسد للعالم، مو لأنه إحنا نظرتنا ضيقة إخوتي وأخواتي، يعني ما لها علاقة. مو لأنه إحنا نريد كل إنسان يلبس برقع ويقعد، لا ما لها علاقة. لكن لما يكون الهدف، الهدف نفسه، لما يكون الهدف نفسه أني أريد أظهر جسد مالي سواء رجل والإمرأة، هذا الشيء الاثنين، بأنه أني على المود، على المود أنفت انتباه، على المود الكل يباوع عليه، على المود الكل يقول عليه ما شاء الله، فإذا أني أكو مشكلة روحية دا أعاني منها، أكو مشكلة روحية دا أعاني منها. كل مرة أني أجي أمام ربنا وإلهنا أحضر أمامه ولبسي مو لائق، رجل والإمرأة، ما دا أحكي فقط على جنس واحد، دا أحكي على الجنسين، لأنه الرجال هو مشمول مثل المرأة. اليوم شنو دا أعزم في حياتي؟ شنو دا أعزم في قلبي؟ يعني شوفوا زواجاتنا اليوم، شوفوا تجمعاتنا اليوم، تناولاتنا، عماداتنا، كل هاي التجمعات. ليش؟ لأنه مرات الإنسان طلع من مفهوم ربنا حول الجسديات وتعلق بالعالم واللي يريد العالم من عنده، تعلق بالعالم واللي يريد العالم من عنده. فاليوم احنا مدعوين من خلال الصوم، ممكن هي فترة ثورة روحية، لازم نعيد الأمور، النظرة على الأمور اللي موجودة في حياتنا واللي مسيطرة علينا اليوم. ممكن نمشي بالطريق الغلط، ممكن نمشي بطريق مدى وصلنا لأي مكان، ممكن نمشي في طريق هو أعوج، ممكن نمشي في طريق هو يبعدني عن يسوع المسيح. ممكن أنا أركز على نفسي، على ذاتي، على شهواتي، على فكري، ممكن أنا أركز فقط على نفسي ودا أنسى يسوع المسيح. نعم أني مسيحي بالكنيسة، لكن لما أطلع من الكنيسة أني غير مسيحي، دا أعيش غير شيء، غير إنسان أني، دا أخذ تعليم يسوع المسيح، لكن لما أطلع برا أنا يكون غير إنسان، عندي غير عالم، عندي غير تصرفات، عندي غير شيء. ولهذا اليوم ما كل شيء هو مقبول بالعالم ممكن يكون مقبول في حياتنا. أكو أمور هي خطيئة وأكو أمور تؤدي إلى الخطيئة. صلاة شمد بابا برونا، مو هواي منكم يعرفوه، شمد بابا برونا، أكو فقرة تقول حطيلي وهم حطيلي وتعست الخن هويلي. مشكلة مرات هواية مو بالضرورة بأنه أني فقط أشيل الخطيئة، لكن ممكن أني أكون مصدر لخطيئة إنسان آخر، أوقع إنسان آخر بالخطيئة، أوقع إنسان آخر، أوقعه وعن عمد أوقعه. وهذا ينطبق علينا كلنا، إحنا كلنا كهنة وشماميسة وخدمة وناس، أي تصرف من تصرفنا اليوم إذا مدى أعكس به يسوع المسيح معناته بأنه أنا دا أعكس به إبليس. فاليوم ممكن الصوم راح يساعدنا. ما هي دينونة؟ مع حبي وتقديري لمجتمعنا، مع حبي وتقديري لأكيد للحفلات وكل شيء اللي ممكن يفرح جاليتنا، لكن ممكن هي دعوة بأنه ننظر للأمور اليوم، ننظر للأمور، خلينا نباوع عليها، خلينا نقيمها، ما بها شيء، خلينا نقيمها، خلينا نوزنها، هل أنا أحتاج هذا الشيء؟
هل أنا بحاجة لهذا الشيء في حياتي أو لأنه هذا ديشبع فد غريزة موجودة في داخلي وأنا أريد أكملها من خلال هذا الشيء أو التصرف اللي دا أسويه؟ الصوم يساعد الإنسان بأنه ينقطع عن العالم، ولهذا القديس بولس يقول ولا تشاكلوا هذا العالم بل تغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ممكن اللي دنعيش احنا بالعالم دنعيش بالعالم اكيد دن نشتغل ونجمع وكل شيء اللي يريده من العالم من عندنا احنا دنمشي وراه، لكن مرات هواية لما اني حياتي كلها تكون مثل ما يريد العالم فهاي راح تكون مشكلة كلش كبيرة. الصوم راح يساعدني مو بس لأنه الكل داير ما دايري ما يكون صايم، وإذا أنا أكون صايم فإذا أنا دا أعيش بهذا العالم، دا أروح للشغل، دا أسوي الشيء المطلوب من عدي، لكن أكو اختلاف. الإنسان المسيحي هو إنسان مختلف. اللي جايين من الشرق الأوسط، أنا بالعراق كنت عايش، الناس المسيحيين كانوا ناس مختلفين. تتذكرون يعني لما كان يقولون كان يعرفون الإنسان المسيحي قبل يعرفوه، حتى لو كان ولدان ببغداد واللهجة مالته بغدادلية مضبوطة 100%، كان يقول لك أنت مسيحي، قل له شن دريك، يقول يبين عليك نظيف مو خارجية، لأنه أكو أمانة كان عندنا، أكو أخلاق كنا نشيلها تختلف عن الناس لحد اليوم اللي موجودين، وربنا يطيلهم السلام اللي موجودين في العراق يقدمون شهادة تختلف عنا هنا. فاليوم لما الناس تشوفنا شو راح تعرف احنا مسيحيين؟ ربنا وإلهنا هو واضح جدا يقول لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فاللي يميزنا اليوم عن غيرنا ما هو الصلاة، ما هو الصليب، ما هو الصوم. اللي يميزنا اليوم لما نعيش الصلاة ونعيش الصليب ونعيش الصوم. ولهذا هاي الأمور هي جدا مهمة في حياتنا. احنا ما بدنا نقطع بالعالم، ما بدنا أقول كل واحد يصير حويشة راهب متنسك يسد الباب وراء وينقطع عن العالم. هذا الشيء ممكن ما يكون معقول في هذا الوقت، ولا تأخذوا عليه يعني يقول أبونا فواز قال لازم نقطع عن العالم. اللي 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 يريد اليوم بأنه أنا دا أعيش بالعالم لكن أنا مو جزء من هذا العالم، أنا مختلف. الإنسان المسيحي هو إنسان يختلف، أخلاقياً يختلف، تربوياً يختلف، ذهنياً يختلف، قلبياً يختلف. واللي يميزنا هو العماد، مو لأنه إحنا أفضل، لا ولا واحد من عندنا أفضل، لأنه ربنا أمننا على جسده، أمننا على نعمة الروح القدس اللي أخذناها. فاليوم هواية أمور تسيطر على حياتنا، هواية أمور لزمت حياتنا، هواية أمور ممكن لزمتنا وما نعرف وين نودي وجهنا. بعد إذا الأكل هو ممكن هو فرصة لنا بأنه نقطع عن الأكل بهاي الفترة الجاية، أول أسبوع، نص أسبوع، أخير أسبوع، 40 يوم، 50 يوم، أبونا أنا أصوم الأحد لو ما أصوم الأحد. هاي الأمور هي جدا منطقية لكن ما راح تكون عندها تأثير هواية، ما راح يكون عنده تأثير هواية بحياتي إذا أنا مدى أمارس الفضائل الثلاثة: الصوم والصلاة والصدقة. صوم وصلاة وصدقة، أكو تغيير في حياتي لازم يكون. أكو ناس ممكن الأكل مسيطر عليهم، من أكون ضايج أروح للثلاجة، شايفين مرات هواية أروح نفتح الثلاجة ونصف بيها ما نعرف شرين، كلنا نوقع بيها هاي، أروح أنا ما أعرف أقوم أفتح الثلاجة وأصف بيها، ها ابني شبيك ما اعرف بس دا ادور دا اشوف ايش دا اشوف. مرات هواي نطلع شوبينج ويا الثلاجه، بس اكيد ممكن نبدي نسيطر على الامور اللي مسيطره علينا، نبدي نسيطر على الامور اللي 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 ماخذه حيز في قلوبنا، ممكن نسيطر على الامور اللي دا تبعدنا عن يسوع المسيح. اولهم الاكل، نبدي نقطع عن الاكل، وبعدين شنو الامور الاخرى؟ كل واحد عنده مشكله، كل واحد عنده مصيبه، نحاول نضمهم وهاي عمود ناس ليشوفوهم، لكن كل واحد يعاني من فد شيء. مو معناها بأنه أرجع وأقول، مو معناها بأنه أنا أجي أنقطع فترة الصوم يجي عيد القيامة
وأرجع إلى حياتي السابقة مثل ما كنت. الصوم هو رحلة نمشي ويا يسوع المسيح. الصوم هو رحلة نمشي ويا عن مد يجدد قلبنا. فإذا أكو مشاكل ربنا يبعد المشاكل عنكم وعن عوائلكم. إذا أكو مشاكل في البيت صوموا. إذا أكو بركة بالبيت صوموا. إذا أكو حقد صوموا. إذا أكو كره صوموا. إذا واحد محتاج توبة صوموا. فالصوم هو مطلب من عندنا كلنا إحنا اليوم لكي ما نقدم أجسادنا ذبيحة حية مرضية للرب. وهذا الشيء اللي إحنا مدعوين إلى فترة الصوم. خلي لي يكون فقط أيام نقضيها ونخلصها، لكن أدعو أيضا من خلال الصوم نجي نتناول جسد يسوع المسيح، نفتح كتب روحية بدل ما أقضي وقتي بالمسلسلات، مسلسلة ورا مسلسلة ورا مسلسلة ورا مسلسلة، 700,000 مسلسلة وما يخلصون، عمرنا راح يخلص وذول المسلسلات ما يخلصون. مشكلة ما يخلصون، وما أعرف مسويهم على عمر البشرية كلها، ما أدري. ممكن يكون فترة إلنا نباوع. يا ما أكثر المحاضرات الروحية على 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 كل المواقع، على اليوتيوب، على الفيسبوك، بدل ما أبحوش كل اليوم حول أخبار هاي وذيك وهذا وذاك وبيت فلان إيش سوى وبيت فلان إيش سوى، بدل ما أقضي ساعات وساعات على التليفون. ممكن أول ما أبدي جربوها. إذا خبركم شخص وتعرفون هذا الشخص راح يوقعكم من مصيبة، راح تبدون تحجون عن الناس، أوكي؟ هواي أكو هيجي. إذا تبدون خلال فترة الصوم جربوها، إذا تبدون المحادثة بصلاة بس قولوا خل نبدي باسم الآب والابن والروح القدس، خل نبدي بصلاة. أكو قسم دا يضحكون لأن أكو شغلة، أكو مصايب بحياتهم. ها خل نبدي بصلاة، لأنه إذا بدينا بصلاة راح يزرع فد شيء آخر بالمحادثة مالتنا، راح يزرع فد شيء آخر. فكوايا مشاكل نعاني منها، كلنا نعاني من أمور موجودة في حياتنا، لكن رحمة ربنا هي أكبر. هو وقت للرحمة، هو وقت للتوبة، هو وقت للتغيير، هو وقت عن انقطاع عن أمور العالم لكي ما نملي قلبنا وحياتنا من حضور يسوع المسيح. ربنا يبارككم. يوم الاثنين راح يبدي أول أيام الصوم، راح يكون أكو وردية ساعة 9:30. أنا ذكرتها وراح أذكرها مرة الأخ. واحد لما يطلع سفرة قلب الوالدة حنين دائما. واحد لما يطلع سفرة أول وحدة تسوي الأكل منو هي؟ الوالدة. بروني لبلطت لشغلتي خالة أمه، مو تسوي لفات وتسوي مدري شنو، تخليها بجنطة مالك وتقول لك روح طالع جورني حتى الأولاد مالتنا والشكل. فرح نبدي صومنا يوم الاثنين بصلاة الوردية المقدسة، لأن أمنا العذراء مريم تقدر تحضرنا زين للصوم، رح تعطينا الشيء اللي محتاجيه بالصوم. فرح نبدي ساعة 9:30 الاثنين القادم بصلاة الوردية، وساعة 10 راح يكون القداس. خل ندخل بهذا الصوم عن مود نتغير، خل ندخل بهذا الصوم عن مود نتبدل، خل ندخل هذا الصوم عن مود يكون عندنا حياة روحية جديدة. ربنا يبارككم وتصبحون على ألف خير. على مدى ملوخ، thank you.